بوحدك في الطابق الارضي ومهزوز على الارض باربعه ديال الدرجات. لونطري ديال الموبل كيجي بها التصميم اللي رائع تبارك الله. عندك جوج ديال الغرف صالون مطبخ حمام وسيجور. في لونطري عندك باب بلاندي وعلى لونطري الصالون اللي كيجي بها المساحه وبها التصميم اللي رائع تبارك الله. عندك البلافو بلي سبوت، عندك البلاكارات الفوق والتحت ام دا اف، لا هوتو البلاك والفران، طاجر على شكل ال بالرخام، بلاصه الثلاجه والبلاصه ديال ماكينه الصابون وبلاصه تشوفوا المطبخ اللي كيجي بها المساحه. وهاد الشقه راها دوفاس يعني فيها الشمس ديال الصباح والشمس ديال العشيه، وفي احسن المواقع في صدر حال الشاطئ، خمسة ديال الدقائق البحر على رجليك. الصالون اللي كيجي بهذه المساحه، البلافو كيجي بالليد ولي سبوت، هاد الفاس في لانستالاسيون ديال التيلي. الصالون اللي كيجي بهذه المساحه والزليج كيجي على هذا الشكل، شراج الومنيوم ريدواش الكتريك. الصالون وعلى الصالون غنمشيو للحمام الرئيسي، الحمام اللي كيجي بالفاس بالبلاكار ديالو والمرايا، الطواليط الروميه، روبيني الطهاره، الرشاش، الزليج حتى للسقف، البلافو كيجيب لي سبوت، البيبان كيجيو بهذا التصميم اللي رائع تبارك الله، لي بواني كيجيو بلون الفضه. الحمام عندك الغرفه الاولى البلافو كيجيب الليد ولي سبوت، الغرفه اللي كتجيب هذه المساحه وبهذا التصميم اللي سامبل، وهذا الفاس في لانستالاسيون ديال التيلي. كيف ما قلت لكم هاد الشقه راه هادو فاس فيها الشمس ديال الصباح والشمس ديال العشيه. الغرفه الثانيه البلافو كيجي بالليد ولي سبوت، هاد الفاس في لانستالاسيون ديال التيلي. كيف ما قلت لكم هاد الشقه راه فيها دو فاس، عندك البلاكار في هاد الغرفه، الغرفه الثانيه، وعندك هاد الكليسه هنايا كتجي بالسبوت في البلافو على شكل ال. جوج ديال الغرف صالون مطبخ حمام وسيجور بالمساحه ديال 55 متر كاري، وغتبقى بالثمن ديال 41 مليون قابله للتفاوض. مشاهدينا الكرام كنتمنى تنال الاعجاب ديالكم، اللي بغى يزورنا ياخذ فكره مرحبا والف مرحبا، اللي بغى المزيد من المعلومات مالي الا يتصل بيا على الرقم 06 80 86 63 50. مرحبا بالجميع.